جوازك من حلمي بكر كان فترة عشان الشهرة والنجومية، ولا كان حب واقتناع؟ لا، شهرة ونجومية ايه، انا ما كنتش اشتغلت في السينما خالص. أصلا لا لا، صغيرة جدا جدا يعني. ولا كان أصلا في دماغك تخشي لا، سينما كان في أو دماغي طول عمري، من وانا انا اشتغلت وانا عندي 5 6 سنين، بس لا، الفترة دي كنت في مدرسة وبخلص مدرسة وكده، ما فيش يعني ما فيش في دماغي لسه حتة السينما دي. بعد كده اتقال بقى، انك اتجوزتي عشان الفن والنجومية، لكن لما ده ما اتحققش طلقتي. لا، هو اصلا كان حتى في بداياته، ما كانش لسه بقى حلمي بكر ما كانش الموسيقار لسه الكبير وكده. الموسيقار كان حلمي لسه في بقى. بداياته يعني. لا لا لا، ما كانش عشان، وكان هو هيعمل لي ايه يعني؟ مش كانش هيساعدني في حاجه، وهو رافض كان اصلا عامل حكايه ساعتها أغنية التمثيل. مكسرة الدنيا مع وردة تقريبا، لا، كان عامل حاجه اسمها عرباوي لمحمد رشدي، افتكر حاجه